اهلا بحضراتكم من جديد. والبدايه حمدي طبعا برحب بيك في البدايه ومنور بيتك قناه النادي الاهلي. بشكرك طبعا يا عمر على المقدمه الجميله ديت، ومبسوط ان انا معاك النهارده على قناه النادي الاهلي، وانت عارف ان انا اول مره اطلع في برنامج، فحاجه بالنسبه لي كبيره ان انا اول مره اطلع في برنامج واطلع على قناه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون حلقه كويسه وتبسط الجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما انا قلت في البدايه حمد، انا عارف انك شخصيه هاديه جدا ما بتتكلمش كتير، لكن ده يعني عكس ما الناس شايفه. انت يعني بتعرف تختار الاوقات المناسبه عشان تتكلم فيها، واكيد بتختار ايضا الاوقات المناسبه انك تركز جوه الملعب وان انت تجتهد وان انت تكون واحد من اللعيبه اللي ان شاء الله ليهم مستقبل كبير جوه النادي الاهلي. بس اكيد في البدايه عايز اسالك واقول لك، بعد ما حققت طموحك ووصلت للهدف اللي انت بتدور عليه من وانت طفل صغير، احساسك ايه دلوقتي؟ والله طبعا مبسوط جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، وحاجه يعني انا كنت بحلم بيها من صغري، انا واهلي مش انا لوحدي يعني. وحتى وانا صغير كنت قلت لناس كتير ان انا ان شاء الله هلعب في النادي الاهلي، وحاجه كبيره يعني بالنسبه لي، وان شاء الله اكون على قد المسؤوليه وربنا يكرم يعني الفتره اللي جايه واحقق حاجات كتير للنادي الاهلي باذن الله. يعني انا عارف ان انت وخالك قريبين جدا من بعض، ويمكن حصل موقف طريف ما بينكم. بما ان احنا بنتكلم على البدايه بنتكلم عن النادي الاهلي، يمكن حصل ما بينكم نقاش ان هو إن انت اتفقت معاه ان انت هتروح الاهلي في يوم من الايام، وهو ما كانش مصدق يعني مزبوط. شايف ان الكلام مبالغ فيه، لكن قلت له كلمه واحده، هتشوف الايام هتثبت لك ان كلامي صح. مظبوط. هو انا قلت له هلعب في النادي الاهلي ان شاء الله، فهو بيتكلم يعني عادي، فمش مصدق او بيتكلم ان هو ايه، لا مش هيحصل وبتاع. فقال لي يعني، حتى قال لي لو لعبت في نادي الاهلي هجيب لك عربيه. طب جاب العربيه؟ لا. طب فين؟ طيب احنا لينا عادي، احنا كده في لينا عنده عربيه. ما جابش العربيه بصراحه. طيب انا طبعا يعني البدايه ان انا قابلتك كانت في طياره النادي الاهلي.